ما تنسى مخفت ويو وش هذا؟ تاني يا تاني قرب رمضان وايد انت استاهل اشوف دوم هناك ما تشتره زح ما حد ما بيشتهر هذيلة ترى تقريبا مال ام بي سي ها مال برنامج الصوب كيف تو ايش اذا شاف ذا الصوب ركض وضرب كان تروما اوكي انت قريش ما تنسى قريش انت طريق الشهره خلي مكانه ولدك وش فيك انت لا تدخل بيني وبينك اتدخل دام هذا الموقف ما عاجبني انا فيني انسانيه انت فيك انسانيه عاقب انا حيوان انت تشوفني ولا وين السالفه فيها ام بي سي انت ابو الحيوان ما شفت كاميرات الا هنا الكاميرات ما تصلب الشيطان ده هم ابو حاجه مو فيك شباب مين شيطان مالك انت ما عارف انا متقاعد مع عسكريه كان البذا هن اقوالي والله فكر برنامج لو برنامج من وين حسبي الله عليك الله الرسول لما مس على سبع قال ما متصل انا متصل وانت سكر اخوي ارجع انت هتغدل ها ما باغي رايح بيت جيران الجديد انت مالك تقطع هذا مو سالفه انت مال جيران الجديدين لكن اليوم بهرم مو سالفه روحك علي دفريني روحك انت كل شيء تاخذ لاولادك ممكن تتبناني وتكون ابي سبحان الله اطفال منطقه يريدون يكون ابوهم عادي حبيبي انت مثل ولدي والله انت احسن على ابوي كان انا العش تلف غمزه عين ليتس جو هيا ما ابي اعيش وياك بعد مغير لغتك ها؟ هاي حالة السليمة في الجسم السليم خلل ها؟ ما أبي باغنا؟ أبي أنا أبي الجميع حبيبي شو بعبه؟ أوه هذا دعابة شلنا ولدك واجد مسوي زحمة حاول أنت تدارك الأمر هيك هم نانينو خلصت بها؟ صفحة مغيرة أرفع لقولك الوالد شوين؟ وش قلت؟ الوالد لو تسمح شي يا رجل أعرف هذه الكلمة من سنين أنا ما سمعتها عندي أولاد وزوجتي كلهم ماتوا في حادث يا الله كيف مشتاق الله وبعد شبهك على فكرة آسف الوالد اسمح لي اسمح لي أنت عادي من اليوم اسميك ولدي عادي الوالد ارجوك سمعني اياها انا ورايح با بعدك زين يبا انا تشيك ولا 80 ريال باقيه 80 ريال مشان ايش انا اشتري 2 في ام 2 دبابة على سمسمني دخل بابا بابا ما في بابا احترام مشان هو بابا 80 ريال مشان ايش 80 لا ما مش هذا سمسم شرطه على ما في كلام شرطه ما في بابا والله ما في بابا في ذكر ايوه موجود موجود بالهيدرو سافر انا كيف؟ بالهيدرو سافر انا تعبان هاوية ايه هذي طال لسانها خلنا نوديها المطار لا 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 انا بيرو سافر يلا خلص يا قدامي ايه خليني ابدبها زاكي باكر اول يوم رمضان لا تنسى خمسة ولي انا اسف ايش سلام انت مو بديني ولا وديني دعية سانة طويلة زي كذي عن الشغل واجد هاوي تعبان جيبي خمسة ولي جيبي ما يجيبي شغل جيبي هذا طبعا انا خلاص لساني ها داخل لساني ونحن في اسف في احترام يلا مع السلامه بالهند تايم انا اسف مسوي انا اصلا معي بسافر انا ويا شو كشمرك يلا 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 بوم 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 شكرا يا شكرا مسوي على حواطه سايمنا وين يوسف هنا حواري يا شمس لا مو شمس شويه تشيكس ما تشيكس لا بومبا 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 وين الحاله حركة مال تيتانيك يس عنا مقلب أنا قديمي أوب 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 خير إن شاء الله خير شباب خير شباب خير لا تصور ساعدوهم
بما ان رمضان والعيد قرب 100% الوالده مسوت لنا نفس ذا الجدول، لازم نحن نباغتها قبل ان هي تباغتنا. اهم شيء عندي يوم نروح حتى لازم نختار زوالي صح وكوالتي صح، ولا تنعش فينا عادي بدون مقمار. المهم ننتقل. عليك برافو، انت حلمك تكون مدرس بس ما عارف كيف. شوف هذا اللي كاتب لنا كله نختصره في يوم واحد وفي مكان واحد، في القبائل. القبائل مركز القبائل. اضرب في الفؤاد، عرف اللي عند الشاير. حبيبي كسر كسر. اوه ها ترى هلكتنا كل مكان ورانا بعد ذي المرة جايب ولادك. سوقنا سوقنا. روح روح لك الصوت. خليها على الشهرين الجايات ان شاء الله وبعطيك اياها. ابو سعيد ده كل مره كذا، ابوي ترى اذا طلعت قدامي بذبحك. خلاص زين زين ابو سعيد الامور طيبه. يلا ابو سعيد نوبه. انتم متاكدين ان الدعوه علي صاني ما مسوي شيء؟ تاكد عمي هو الاسم. اي وهو راجعنا بكره. زين لحظه شوي راجعنا بكره. دليل واضح. ابوي قال سمزح معاك ابو سعيد نسوي ضحكه هنا. اي حد يقلل المكان لازم يغير المواضيع شويه. كاتبني بالقتل ولا عندي ولا 30 يوم ما طلعت من البيت بسببك. ابو سعيد وش متطلباتك؟ سوى لي مرض نفسي ولازم اتعالج. 30 اللي طالبني اياه اني طيح باب ذبابي 100 ريال. ابو سعيد بيني وبين الفلوس. نازلنا. توقف السطر. غريبة راح يتلازم. صبر شوية. نظام تعلم نظام. ما انت شال الملا؟ مو شال الكوفي والديو. ايوه ما حد في البيت الا انا. اي شيء غير عشت رقم تكسيده مال الكوفي. او شي او شي صدق النجوع ابوي شيء. خلي احطه في الثلاجه. وينه؟ انا ما اكل ما تبقى حق غدا. الله يهديك يا كل مال كلاب ما تشوف الصوره. اذا ما تعرف تقرا شوف الصوره. الله يهديك بيدق التسمم بتموت. ماشي شيء ما تلفظه. انتبه شوف الصوره الحين كبرها. نص ماكينه خربان. ثلاثة اليوم أربعة اليوم بعد بيسيرها. نص ماكينه خربان والماكينه جديده. حبيبي انا مال متو كل نفر ماله. انت ريت تشيل ماي الجل. شيل دوس مكان. سوي سوي سوي. صلح صلح. تعال تعال ماكينة وطلع فيوز. بسم الله وين يتلي انت؟ فيصل تعال بسرعة. ضربت متو في الصدر احتمال يموت. بسرعة على الصناعية. لا مو سويت ابوي ما يتنفس. شوف ابوي يتنفس وقلبه يدق. لحظة ريد زيادة. انت وحدك تو طالع من السجن. حس في اهلك شوية. انت عادي حس في اهلك شوية. حس تعال تعال تعال. هلالي ترى رايحين دبي ما سوق السيب. ترى عاني من ظروف. انا ركب ابو بلادة بدو. انتو ما تلاحظوا مزاجي اليوم تعبان وانا جايينكم هذا السيارة قام طلع دخان دخان. هلالي اعطينا اياها باختصار. يعني فلوس تصليح وبعدين رايحين دبي. هلالي حبيبي نحن رايحين دبي مع بعض يعني كنا ندفع نتكاسل. فلوسكم مع البترول مسافر. الو السلام عليكم. كيف ايش كيف صايرين؟ اقول ايش انا نسيت هذا محفظه. ايوه بطاقه عندي اقدر. عبده وقف. عبده وقف. لف يمين لف يمين لف. انا انقلب ازاي؟ لف خلي ننقلب عادي. لف يمين. لحظة لحظة لا تدخل الحدود. نسيت بطاقة الشخصية. نرجع ولا اتصل في حد يجيبها ولا شو؟ ها؟ ما عجبني حركتهم فيك. لا ايوه ايوه نزلت عنهم. صحارة جاي 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 جاي.